شوبينج. كل واحد اختار تياب بقيمة 4000 دولار وفلوا حملين ومحملين. بعد تعب الشوبينج جلسة مساج ضرورية. صار وقت المشوار البحري، تركوا البر وانطلقوا بأحضان الموج والهواء. وما في أحلى من الاسترخاء على صوت البحر بعيد عن ضجيج المدينة. وبعد ما غيب الشمس انطلقوا للمحطة الأخيرة، العشاء. بليز ما بدنا حدا يزعجهم. المطعم كان كله محجوز للسر شكري والليدي ميرال. وبهالنهار المميز شكري وميرال كانوا مثل النجوم الكبار. أكيد بس يصيروا نجوم عالميين رح يتذكروا إنه أول نهار في آي بي عيشوه كان بستار أكاديمي. شكري وميرال بيلبق لهم يكونوا في آي بي، وعلى المسرح دايما أدائهم بيذكرنا بالمشاهير والنجوم. والليلة رح يغنوا مع النجم العالمي ريو دايف البرايم العاشر. بزقفة كبيرة منرحب بريو. Open up your eyes and watch the sunrise. One point we have to make clear. Love is a free funny word, you know. We love you. Hey. Comes out of devotion. Oh, yeah. To rule you. Let me be the
النجم العالمي ريو يلي غنى شاين اون مع ميرال وشكري بالمراحل المتقدمه من ستار اكاديمي. كل الطلاب عم بيغنوا بشكل لافت واحترافي باي لوحه غنائيه ومع اي ضيف, وهالشيء بكبر القلب. Ryo, welcome to Lebanon. How is your trip to Lebanon back so far? It's not your first trip, but my second, I think, or third maybe, but it was a very good trip. Yeah. You're having fun? Oh yeah, always. You'll be back then. Ryo, مبسوط كتير معنا بلبنان هون. We are extremely happy to have you with us here tonight. Thank you so much for joining us. You're welcome. It was a pleasure. أهلا بريو مرة جديدة بلبنان. Thank you. وبستار أكاديمي. ريو يلي جاية على لبنان تيزورنا وأكيد يكون معنا بستار أكاديمي. شكرا لضيفنا زارف الحماس والتشويق. بتكمل بعد البريك, وانتم مشاهدينا فيكن تكملوا التصويت للنومينيز الاربعه اسماء ميرال طاهره وعبد العزيز.